توتي، كاكا، زيدان، رونالدو. ده بعد صلاح. الأغرب كان الفترة اللي كنت اشتغلت مع توتي، كانت فترة اللي قربت خلاص من قرار اعتزاله من روما، فكان موجود في مكان ما يعني في وقت متأخر بالليل، واحنا خارجين من المكان لقينا فوق 6000 واحد في الشارع. الأماكن المطاعم اللي كانت حوالينا سمعوا إن هو في المكان، فكان كله واقف مستني في الشارع، وهو شخصية عنيدة ما بيسمعش الكلام. يعني قلت له طب ندخل جوه اخرجك من باب تاني ولا؟ قال لي لا انا عايز امشي. فكان المفروض انا وكان معايا ثلاثه تاني من التيم بتاعي، المفروض كنا بنتعامل ان احنا نوسع الطريق ونقنع الناس ونكلم الناس عشان اخلعه واوديه الفندق، بس عملتها لهم بالشياكه يعني غفلته. اخطر موقف كان كنت شغال ماتش ما بين تشيلسي ومانشستر سيتي، والاتنين كانوا في المعسكر وخلصنا التمرين ماتش تاني يوم، ومفروض كله دخل نام بدري، وانا امنت على الكل وسلمت بقى اللي هو الامن اللي بيتابع واحنا نايمين، ودخلت انام عشان عندي يوم طويل بكره. جالي تليفون في وقت متاخر، كنا بره مصر، انت في لعيب عندك اسمراني بيلعب في تشيلسي بيتخانق في بار والناس ملمومه عليه وهيتاذي، تعالى بسرعه. لعيب مين؟ راح بعت لي الصوره، لقيته اشلي كول. عندهم في انجلترا ما بيسيبوش بقشيش، فهو راح يسهر وقعد في مكان كل وشرب وما سابش بقشيش، عشان هو انجليزي مش متعود على النظام في امريكا، في امريكا انت بتسيب بقشيش حتى لو دولار. فاللي كانوا شغالين زي روشوا عليه، فلما روشوا عليه هم مش عارفين اصلا مين ده. اشلي كول كان ساعتها نجم، بس هم مالهمش في الكوره مش عارفين مين ده. ففي ناس صحاب الناس اللي شغاله جم، في حد عرفه فقعد كان بيشجع فرقه تانيه، فلطشوا معاه اتخانقوا معاه، فالموضوع كبر. فجبت شرطه واتجهنا للمكان، خدناه وودينا الفندق، عشان احنا لو ما كناش اتحركنا بسرعه كان ممكن حصل له حاجه. كم مره كان مع امام متعب، كان في تمرينه كبيره كانت في التتش، وكان الجمهور جمهور مالي الاستاد، وكان في مالي استاد التتش، وكان في ناس كتير بره الملعب، والمفروض اللعيبه مسافره الفجر، وعماد متعب كان راكن عربيته بعيد عن النادي، وكان مستلم اللبس اللي هو هيسافر بيه تاني يوم، وكان لابس كاب، فهو عايز يوصل للعربية ومش عارف يخرج، كان محبوس جوه النادي بتاع ساعة. فكان في حد من العمال قال له هجيب موتوسيكل واخرجك يعني، فهو قال لهم لا كلموا كريم، هاتوا لي كريم. فانا دخلت بقول له فيه، بقول له مش عارف اروح. قلت له مش عارف تروح، انت رايح فين؟ قال انا راكن عربيتي في الدقي إيه وانا ساكن في المعادي، اخرج من هنا ازاي والالفات دي كلها بره؟ هركب موتوسيكل. قلت له موتوسيكل ايه؟ ما انت لو شفت بس عمده الناس هتشيلك على الاكتاف، انت مش عارف الناس بتحبك قد ايه؟ قال لي طب هخرج ازاي؟ ما انا مش هينفع افضل هنا اكتر من كده، انا لازم اروح اجهز وانام. جبت له عربيه اسعاف ركبته فيها وخرجنا بيها.